السلام عليكم. إيران رفعت الرايات الحمر من أجل مهاجمة العمق الإسرائيلي من جديد، وذلك للانتقام لما جرى اليوم من حدث خطير للغاية في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم من عملية اغتيال طالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وهذه العملية الاغتيال أساسا تحدثت عنها العديد من المصادر الإيرانية، بالإضافة إلى الإسرائيل رادار، أوبن سورس إنتل، قناة 12 العبرية، وكذلك العربية الجديد. والقصة كلها بدأت من دعوة لإسماعيل هنية والعديد من الضيوف الآخرين للحضور إلى حفلة تنصيب الخاص بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وبدأت إيران تأخذ العديد من الاحتياطات الأمنية من أجل حماية ضيوفها في إيران وتحديدا في طهران. وتلاحظ هنا في 27 من يوليو في الأيام القليلة الماضية، تلاحظ أن عمليات التشويش على الجي بي أس لم تكن حاضرة على العاصمة الإيرانية طهران، لا في 27 ولا في 28، ولكن في 29 بدأت عمليات التشويش بشكل مكثف واتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية من أجل حماية ضيوفهم. وفعلا في نهاية المطاف التقى إسماعيل هنية بالرئيس الإيراني وكذلك أيضا بالمرشد الأعلى الإيراني. والقصة وقصة الاغتيال ومتابعة عملية الاغتيال تمت عند عودته إلى موقع سكنه، وبحسب هذه المصادر تحدثت بأنه كان متواجدا في شمال العاصمة الإيرانية طهران في منطقة يطلقون عليها ديستريكت 1 أو الحي رقم 1. والحي رقم 1 الذي نتحدث عنه هو هذا الحي تحديدا، وأن النقطة التي كان متواجدا في داخلها بحسب أيضا ما تحدثت عنه الأوساط الإيرانية هي هذه النقطة، وهي منطقة سعد آباد. هذه المنطقة منطقة خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني، يتواجد فيها وتتواجد فيها العديد من الفلل والمجمعات السكنية الكبيرة، وهذه المنطقة لا يدخلها الناس أو الأناس العاديين نهائيا، وأنها منطقة محمية من الحرس الثوري بشكل كبير. وعادة الضيوف المهمين مثل إسماعيل هنية يحضرون أو عندما يأتون إلى إيران فإنهم يتواجدون هنا في سعد آباد تحديدا، وليس واضحا أين كان متواجدا في أي مبنى بالضبط، بسبب أن حتى هذه اللحظة لا إسرائيل عرضت شيء ولا الجانب الإيراني صور الموقع الذي كان يتواجد فيه هذا الرجل. وأساسا من الصعب كما نتحدث من الناس العاديين أن يتواجدون في هذه المنطقة لالتقاط أي صور، وبالتالي الرجل كان متواجدا في مجمع سكني في هذه المنطقة تحديدا. المجمع وتابع لقدامى المحاربين الإيرانيين، وأن الموقع تحت سيطرة وحماية الحرس الثوري الإيراني، ولم يكن متواجدا لوحده لا أبدا، بل كان مع الحماية الخاصة به وكذلك مع زياد خالة، ألا وهو الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي. وزياد خالة كان موجودا في طابق آخر من نفس هذا المبنى الذي كانوا متواجدين فيه. كانت هنالك ثلاث روايات حول طبيعة ما جرى من كل ما تحدثت عنه المصادر. أولى الروايات كانت قادمة من المصادر الإيرانية التي أكدت بأن طائرة حربية أطلقت صاروخا من بلد آخر، أي أنها كانت في إشارة إلى أنها كانت تحلق فوق العراق وقامت باستهداف هذا المبنى وضربت وقتلت إسماعيل هنية بهذه الطريقة. لكن هنالك مشاكل مع هذه القصة. أولى هذه المشاكل أن أصوات الانفجارات كانت عبارة عن انفجارين كما تحدث شهود العيان الموجودين في داخل العاصمة الإيرانية طهران، وبأن هذه الانفجارات كانت ضعيفة للغاية، بالكاد سمعها من هو كان قريبا من الساكنين القريبين من هذه المنطقة، وبالتالي لم يسمع أغلب المواطنين الموجودين في طهران الإيرانيين انفجارات كبيرة، وهذا مؤشر بأننا لسنا أمام طائرة حربية أو حتى صاروخ باليستي. كذلك لو كان الأمر بهذا الشكل لدمر المبنى بالكامل، ولسمعنا أيضا بأن زياد الخالة قد قتل أيضا بسبب هذه الضربة. بالإضافة أيضا إلى ذلك أن المنظومات الدفاعية الإيرانية كان من الممكن أن تكون حاضرة في عملية التصدي لهذا الهجوم الذي ممكن أن يتعرضون له، أو على الأقل نوع من صافرات الإنذار مع انطلاق أو وصول هذه الصواريخ، بالتالي هنالك فرصة لفعل شيء للتصدي لهذه الطائرة الحربية. بالتالي كل هذه العوامل توضح بأن العمل كان داخليا من قبل الموساد الإسرائيلي، ومن فريق الموساد الإسرائيلي هو الذي كان يتابع هذه العملية. وجاءت المصادر وتحدثت في بادئ الأمر أن هنالك طائرة مسيرة هي التي نفذت هذه العملية، ما بين طائرة قاصفة وما بين طائرة من الممكن أن تكون مفخخة هي التي قتلت إسماعيل هنية. لكن المشكلة أن هنالك جي بي أس جامينج، هنالك تشويش عالي للغاية تحديدا في منطقة سعد آباد، وبالتالي أن جي بي أس هنا للطائرة المسيرة يتأثر بشكل كبير.
كبير، ويعني أن نظرية أيضا الطائرة المسيرة صعبة حتى كخيار للموساد الإسرائيلي أن يذهب بهذا الاتجاه وأن يختار الطائرة المسيرة. من الممكن أن تكون هنالك طائرات مسيرة أخرى على سبيل المثال على مستوى مرتفع عالي، تحلق على مستوى عال ونفذت هذه العملية وضربت هذا الموقع، ولكن أيضا من الممكن المنظومات الدفاعية أن ترصد هذه الطائرة وتتصدى لها. كذلك الحرس الثوري الإيراني لم يجد شيئا، لم يجد أي طائرة مسيرة. لو كانت طائرة مسيرة لوجدوا أشلائها على سبيل المثال أو عرضوها مباشرة وأوضحوا أن هذه الطائرة مسيرة، لكن الحرس الثوري القوات الأمنية الموجودة في داخل إيران لم يكتشفوا حتى هذه اللحظة ما الذي جرى في هذه المنطقة تحديدا. ولكن بعد ذلك جاءت المعلومات من عدد من المصادر مثل Open Source Intel أو Sky News عربية لتتحدث بأن العملية في حقيقة الأمر كانت قد تمت من مبنى مجاور للمبنى الذي كان يتواجد فيه إسماعيل هنية تحديدا، وبأن صاروخا موجها قد انطلق من هذا المبنى وهو الذي ذهب مباشرة إلى الغرفة التي كان ينام فيها في الساعة 1:45 من صباح هذا اليوم حين كان نائما، واتجهت مباشرة إلى جسد إسماعيل هنية وقتلته مباشرة هو والحارس الشخصي الخاص به، وانتهت العملية إلى هذا الحد. وهذه طبعا وهذا النوع من الصواريخ بدأت تتحدث أيضا عدد من المصادر الأخرى إن كانت العبرية أو حتى غير العبرية بأن نوع الصاروخ الذي استخدم هو صاروخ سبايك NLOS، وهذا الصاروخ هو أساسا من صناعة وتصنيع شركة لوكهيد مارتن. الصاروخ تحديدا يعمل بالكهرباء والأشعة تحت الحمراء، هو متعدد الاستخدامات والأغراض، وكذلك أنه صاروخ من الممكن أن ينطلق من المروحيات تحديدا، ومن الممكن أن ينطلق أيضا من العربات العسكرية أو منصات ثابتة، ولم يثبت حتى هذه اللحظة ما إذا كانت هنالك إمكانية لإطلاق هذا الصاروخ من الطائرات المسيرة. والصاروخ لديه دقة عالية في عملية الاستهداف، هنالك كاميرا بهذا الصاروخ تلاحظ هذه على سبيل المثال أمثلة لطبيعة كيف يأتي الصاروخ بدقة للنقطة التي يبحث عن استهدافها، وبالتالي هذا النوع من الصواريخ من الممكن جدا أن ينفذ عملية يضرب بها الغرفة، يدمر الغرفة، يقتل من في هذه الغرفة وينهي هذه العملية. بالتالي هنالك توافق كبير من المصادر على أن هذا النوع من الصواريخ هو الذي استخدم تحديدا، ومن الممكن جدا أن تكون هذه العملية عملية تمت عن بعد بإطلاق هذا الصاروخ من هذا المبنى لاستهداف إسماعيل هنية. قد تكون واحدة من الأدلة المهمة هي أننا لن نسمع شيئا من القوات الأمنية الإيرانية والاستخبارات الإيرانية وغيرها عن أنهم قد ألقوا القبض على سبيل المثال على أي شخص. هذا يوضح أن هنالك مرجح جدا أن يكون استخدام عن بعد في هذا الاستهداف، خاصة وأن مثل هذه العمليات سبق لإسرائيل والموساد الإسرائيلي أن نفذها على سبيل المثال في عام 2020 على محسن فخري زادة العالم النووي الإيراني الكبير الذي استهدف بهذه الطريقة كما تلاحظون هنا بروبوت في حقيقة الأمر، هو الذي اختال هذا العالم الإيراني المهم للغاية. وتلاحظ هنا من هذه الصورة على سبيل المثال أن هذا الروبوت كان موجودا في سيارة، ومباشرة انطلق هذا الروبوت برشاش بمشين جان وانطلق وضرب طبعا بالرصاصات بشكل كبير السيارة وأرداه قتيلا، وبعدها انفجرت هذه السيارة مباشرة وأصبح وكان هنالك تفجيرا ذاتيا، وبالتالي انتهت العملية عند هذا الحد. بالتالي استخدام مثل هذه العملية مما جرى صباح هذا اليوم من الممكن جدا أن تكون أوتوماتيكية بسبب أننا لم نلقي أي نظرة ولم نجد أي دليلا على أن هنالك إلقاء قبض على أي شخص من فريق الموساد الذي نفذ هذه العملية. كذلك أن متابعة إسماعيل هنية لم تكن ولم تأتي عن فراغ أبدا، والموساد لم يعرف بالصدفة بأن إسماعيل هنية كان موجودا هنا في هذه المنطقة المحمية بشكل كبير من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك بسبب أن بعد 7 أكتوبر بدأ إسماعيل هنية بالتردد بشكل مكثف على إيران. على سبيل المثال هو كان قد جاء في نوفمبر إلى إيران والتقى بالمرشد الأعلى، وكذلك أيضا وصل أو ذهب إلى إيران في مارس كما تلاحظون هنا من هذا العام، وأيضا في يونيو أي الشهر الماضي، وها نحن في يوليو وقاموا بعملية اغتياله. بالتالي واضح جدا أن الموساد بدأ يتتبع هذا الرجل بعد 7 أكتوبر بشكل مكثف، وأي من المناطق هي التي يتواجد فيها، ويبدو أن مكان الاستضافة الذي كان يذهب إليه طبعا إسماعيل هنية كان مراقبا من الموساد، وحضروا أنفسهم لخطط وهي
هي خطط A وB وC من الممكن كاحتمالات لعملية الاغتيال وتمت بهذه الطريقة، والواضح أن الموساد كان مستعدا تماما لتنفيذ هذه العملية. وطبعا هذا الأمر أغضب إيران بشكل كبير، المرشد الأعلى الإيراني والرئيس الإيراني الجديد بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني وحتى نور نيوز توعدوا بالانتقام لما جرى لإسماعيل هنية لأنه ضيف إيران، ولأن هذا يعتبر أيضا خرقا للسيادة الإيرانية، وهذا الشخص مرتبط مباشرة بالقضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة وقيادي كبير كذلك في حركة حماس، وإيران تتبنى مسألة الدفاع عن القضية الفلسطينية بالدرجة الأساس، بالتالي هذه تعتبر مسألة صعب لإيران أن تنكرها بأي طريقة من الطرق أو حتى أن تتراجع وأن لا تفعل شيئا فيما جرى هنا في هذه النقطة. ولذلك إسماعيل هنية اليوم رفعت صورته هنا كما تلاحظون بهذا الشكل في ساحة فلسطين في طهران على هذا المبنى الكبير، وأيضا رفعت الأعلام والرايات الحمر كما نلاحظ هنا من الصفحات الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني وحتى في جوامع في قم، أيضا في جامع جمكران تحديدا الذي ترونه هنا رفعت الراية الحمراء، وهذا دليل كبير بأن إيران تستعد لعملية الهجوم على إسرائيل، التوعد من المسؤولين من المؤشرات التي نراها هنا والرايات الحمر. لا بد من الانتباه بأن هذه الراية الحمراء نفسها قد رفعت عندما اختارت الولايات المتحدة الأمريكية قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد في عام 2020، عندما رفعت هذه الراية ضربت بعدها مباشرة قاعدة عين الأسد بعدد من الصواريخ البالستية. واليوم نحن نتحدث عن قضايا خطيرة تجري في قطاع غزة. إسرائيل من جهة أخرى أيضا قامت بعملية إيقاف أي رحلات فوق أراضيها إن كانت في الشمال الإسرائيلي أو إن كانت حتى في وسط إسرائيل، بسبب أن الظروف خطيرة للغاية، لأن إسرائيل نفذت العديد من العمليات. القضية ليست فقط فيما يجري مع إسماعيل هنية، لا أبدا، هم نفذوا عملية أدت إلى مقتل فؤاد شكر وهو رئيس الأركان لدى حزب الله اللبناني والذراع العسكرية والذراع اليمنى لحسن نصر الله في الضاحية الجنوبية في بيروت، وبعد ذلك جاءت الولايات المتحدة لتنفذ ضربة بطائرة مسيرة في جرف الصخر، على الأقل 3 قد قتلوا من الفصائل المسلحة العراقية الموجودة هنا، والمصادر الغربية مثل أوسن ديفندر أكد بأن كان هنالك محاولة وكانت هنالك محاولة لإطلاق الطائرات المسيرة باتجاه قاعدة عين الأسد وإسرائيل. الولايات المتحدة شهدت الخطر أو لاحظت هذا خطر وقامت بهذه الضربة، وبعد ذلك قامت إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية، وبعد ذلك جاء انفجار أيضا في دمشق في منطقة السيدة زينب، وأوسن ديفندر نقل بأن هنالك عنصرا في الحرس الثوري الإيراني قد قتل جراء هذه الضربة، وأيضا أصابع الاتهام تتجه لإسرائيل بأنها هي التي نفذت هذه العملية. بالتالي نحن أمام ضرب لجميع الساحات، كل الساحات ضربت لبنان، ضربت سوريا، ضرب العراق، وعملية اغتيال كبيرة قد تمت في داخل إيران لشخصية ليست بالعادية أبدا لإسماعيل هنية. بالتالي هنا المشكلة أن إيران في مشكلة حقيقية في طبيعة الخيارات التي ستتخذها هنا باتجاه إسرائيل. إسرائيل واضح جدا هنا تريد القول لإيران بأنني مستعدة للحرب الإقليمية ولا مشكلة لدي في التهديدات الإيرانية التي تأتي بأن كل الساحات ستهاجم إسرائيل وغيرها، وبالتالي إسرائيل أساسا لم تستمع حتى للولايات المتحدة الأمريكية كثيرا، وأن إجراءاتها توضح أن إسرائيل مستعدة لإشعال المنطقة. وهنا إيران لا تعرف تماما ما الذي تفعله، هي أمام خيارات صعبة، أما أن توضح وتوضح إسرائيل من خلال رسائلها هنا بأن عليك يا إيران أن تخففي الهجمات، أن تتوقف الفصائل المسلحة عن هجمات وتوقف التصعيد، وإلا سأذهب وسأضغط عليكم وسأحرجكم بمثل هذه الاستهدافات. وفي نفس الوقت أيضا إيران إن قامت بإطلاق الصواريخ على سبيل المثال والطائرات المسيرة كما فعلت في عملية الوعد الصادق باتجاه إسرائيل للانتقام لإسماعيل هنية، فإنها مهددة بفشل هذه العملية، أي بمعنى آخر بأن هذه العملية إن فشلت بسبب أن إسرائيل ليست لوحدها، وإنما هنالك الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، عدد من الدول الأخرى ستكون حاضرة في التصدي لهذا الهجوم. فشل الهجوم على سبيل المثال سيعطي صورة وسيجعل صورة إيران ضعيفة نوعا ما في المنطقة في مواجهة إسرائيل، وعدم ردها أيضا كما تحدثنا هي مشكلة، لأن إيران هنا ستبتعد بشكل كبير عن مسألة الدفاع عن القضية الفلسطينية، الفصائل ستكون في موقف خطر، وهي تريد من إيران أن تظهر قوة باتجاه إسرائيل، لأن المشكلة أن إسرائيل عندما
تضرب أهدافا حيوية، بينما إيران حتى في عملية الوعد الصادق أسقطت 6 صواريخ على قاعدة نيفاتم، لا ضرر على الطائرات الحربية F-35، لم يقتل أحد، لم تأتي بنتيجة، بينما إسرائيل تنفذ كل هذه العمليات. بالتالي معادلة صعبة للغاية بالنسبة للجانب الإيراني بعد كل ما فعلته إسرائيل من هذه العملية، وقد تكون هذه العملية بسبب أنها قادمة من الداخل الإيراني كما هو مرجح من التفاصيل الأولية عن عملية الاغتيال، قد يعني بأن الباب مفتوحة لإيران لعدم الرد على إسرائيل.